شو نسيان مفتاحك؟ تفضلوا سيادة الرائد. جايبتي لي الدرك؟ لك عم تسلميني بايدك؟ زي هيك اتركني اتركني، ما بدي افوت على الحبس. ديما بليز ديما بشربك، ما تخليني يحضوني. ديما ملاتة وحدة بلا قلب، لك فيك تعملي في هيك على خيك من لحمك ودمك؟ ديما لو اهلي عايشين كانوا تبرروا منك، الله لا يسامحك. ديما ديما الله لا يسامحك. شو بعد عنا ملفات لجلسة بكرة؟ شو بك؟ عفوا رئيسي، بس قبل ساعة سألتيني زادت السؤال وجاوبتك عليه. تفضل. صباح الخير رئيسة. أهلين فؤاد، تفضل. بعد إذنك. آخر شيء بعرفه إنه خيك كان بفرنسا. تفاجأت إنه مذكرة التويف الغيابية اللي قطعوا له إياها قبل سنة تنفذت. موقوف بالنظارة هو. في كذا قضية. تعاطي مخدرات، دخول على البلد بباسبور مزور. وفي دعوة شخصية بحقه من أهل بنت اسمها ناتالي حرب. شو بدك أعمل؟ يلي لازم ينعمل فؤاد. معلش خليه يتربى شوي. طيب على الأقل عيني له محامي، خليه يقدم لي طلب فحص مخدرات لنسبة حالة الإدمان. بفتكر المصح أفضل له من السجن. عن إذنك. رزق ملف هشام على بندين، حط لي جلسته بكره او بعد بكره على ابعد تقدير. تطلب له حكيم لنعمل له فحص تعاطي، فحص بيكون عنا ما يجذبوها ويحولوها احباش. حالي رئيس. توصي الشباب يحطوه بغرفه لوحده، بيعاملوه افضل معامله. مفهوم؟ مفهوم رئيس. شو بيك؟ ماشي. شلون ماشي؟ وشك بكب صحن اللبن. اعطيت 400 دولار لبسام كرمال زينة. ايه؟ ايه ما بق معي شي، ضل معي بس 100,000. طيب بس لهلا ما فهمت ليش مبوزمي. ما بحب كون هيك. شلون يعني هيك؟ يعني ضل اطلب منك. وشو فيها هي؟ ماني معودة. يا خيي انا من عمري 16 سنه بشتغل. شو ما يصح لي بشتغل، لا بحياتي عزت حدا ولا بحياتي خليت حدا يصرف علي دولار. شو بدك يعني هلا؟ انا ما فهمت. بدي ارجع اشتغل اصرف معك على البيت على القليله غطي مصروفي، واذا عزت شي لزين برجع بطلب منك. هلا انت ليش عم تعديه على حالك؟ قديش بده يكون مصروفك بالشهر يعني؟ 500 دولار؟ 1,000 دولار؟ يا ستي اكثر شوي كرمال اختك. حملي خفيف ما بيكسروني. هالقد بتطلع مصاري انت؟ مين ببيع لك التليفونات؟ يا بازر اصحابهم برجع ببيعهم ياهون، يا اما بعطيهم لأبو الورد يصرفهم بالشام، يا اما لبسام يتصرف فيهم بمعيته. قليلة؟ شو القليلة؟ انت حرامي وشريكك شرطي؟ ليش دخلك؟ الشرطة شو بتشتغل ببلادنا؟ ما بعرف، انت قل لي. تحمي الحرامية. بتشغلني معك؟ بشو؟ علمني على السرقة.